وبمراكش دائما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أجرى أمس مباحثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وحضر هذه المباحثات على وجه الخصوص نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال. وتشارك أمينة محمد في أشغال الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية الإفريقية المقامة بالمدينة الحمراء يومي 25 و26 من مارس الجاري.